أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ومتابعينا من جديد. عدم السعادة والرؤية السلبية للواقع أو المتشائمة للمستقبل، كل شخص يعاني منها بشكل عام طبعا، سواء سبق له أن عانى منها أو سيعاني منها، ويحتاج أيضا في المقابل إلى وقفة مع ذاته لإعادة ترتيب حياته قبل أن يرفع شعارات رنانة مثلا سأكون متفائل أو سأكون إيجابي أو بكرة بصير أسعد إن شاء الله. صحيح، أهمية الترتيب الداخلي يساعدنا على حل جذور سبب عدم سعادتنا وتدهور حياتنا، وبالتالي نظرتنا السلبية للحاضر وكمان للمستقبل. هذا هو موضوع اللايف كوتش اليوم. معنا ضيفتنا من جدة أمل الحامد، أخصائية نفسية ومدربة حياة وكاتبة. هلا وسهلا فيك أمل. ما أهمية إعادة الترتيب الداخلي لنا؟ مساء الخير. أول شيء مساء الخير عليكم جميعاً، مساء السلام. أهلاً وسهلاً. أنا حقول لكم معلومة يمكن حتصدمكم شوية. إحنا بالأساس داخلياً مرممين، معلومة يعني إحنا كنبتة. إحنا نعتبر أساساً داخلياً بالأساس مرتبين ونعيش حالة من السلام الداخلي. كل إنسان فينا لديه بيت السلام الداخلي هو ساكن وموجود. ما يحصل حاليا وما تبرمجنا نحن عليه للأسف الشديد انه السلام هو حاله، هي السلام هو احساس وشعور، وهذا خطأ. هذا اول الاخطاء التي لا بد ان ننسفها اليوم جميعا. السلام هو ليست حاله، ليس احساس، السلام هو حاله وجوديه ثابته. الامر الاخر، لانه الاحساس اساسا يكون متذبذب، يا حزن يا فرح، وبالتالي السلام وهذا هذا 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 ينسف معنى السلام. الامر الاخر، لو احنا نلاحظ انه في اشخاص تقول لك انا احصل لمرحله السلام المعينه اذا انجزت هدف معين، بالتالي انا هنا خليت السلام وقتي. والسلام كما ذكرنا، السلام موجود في كل اللحظات، السلام آني. الامر الاخر، في اشخاص تقول لك انا اذا اصبحت شخص اهتم بسعادتي، اصبحت شخص اهتم بصحتي النفسيه، اصبحت شخص عايز السلام، فانا اناني. فهذه الثلاث المفاهيم او المعوقات تنسف السعاده وتخلينا نعيش في وضع دائما اللي هو نحن غير سعداء، مع ان الاصل نحن اساسا داخليا مرممين، لكن بسبب انه احنا نعيش حاله من هذه بهذه الاشياء ذكرتها، جعلتنا نحن نعيش بحالة من التعاسة بشكل شبه يومي. لو احنا نتذكر أيام الطفولة كنا نعيش بحالة من التدفق، يعني أهدافنا كانت تتحقق، مثلا أبغى لعبة اشتريتها، مثلا أبغى مثلا أفوز في مثلا مباراة معينة وطفل صغير أفوز فيها. ليش؟ إنه أنا عكست حالة السلام الداخلية اللي هي تدفق الأمور، بالتالي لم أفكر بأي معيقات خارجية. نعم. طيب أمل، يعني الآن فيما يخص السلام، كيف ممكن أنا أحقق السلام داخلي من حيث أني أبدأ أول خطواتي علشان أرمم نفسي داخليا؟ تمام. كما ذكرت علي أنه ما في شيء اسمه أنا أرمم نفسي داخليا. نحن أساسا نعيش في حالة سلام تامة في طول الوقت، لكن ما يحدث هو عوامل، خلينا نقول التعرية والأشياء الخارجية من عالمنا الخارجي. أول حادث، أول شيء أعمله أنه أنا ما أستمع للمعيقات الخارجية. أنه مثلا شخص يقول لك، واحد يقول لي مثلا أنا دائما يقولون عني أنا غبية مثلا. هذه فكرة تلقائية أصبحت مثلا في الورقة اللي مثلا أمامي الآن، ورقة يعني على الورقة هذه إنه أنا شخص غبي، هي فكرة تلقائية أساسا كانت يمكن من أيام الطفولة. فهي لازم تستمع لصوتها الداخلي إن هي إنسانة، الفطرة الداخلية إن هي إنسانة طبيعية، إنسانة ذكية. الأمر الثاني إن هي شخصية، يعني زي ما قلت لك علي، إن ما تستمع للمعوقات الخارجية، إنها تعيش، تمارس التأملات، تمارس يعني الأمور الحقيقية. كما ذكرت إنه الناس بشكل عام ما يعيقهم من اللي يحققون نجاحهم هو استماعهم للمعوقات الخارجية. الأفكار والمشاعر هي عبارة عن هي غير حقيقية. الشيء الحقيقي الواحد الثابت اللي هو انه انت تعيش في حاله من السلام والصفاء الداخلي، لكن ما يحدث هو هذه المعوقات الخارجيه.
الأفكار والمشاعر زي 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 الغيوم. الشمس اللي هي السلام هي الحقيقة الوحيدة الثابتة. يعني مثلا أنا أفرض أطرد معكم الآن، مثلا الحين حضرت فيلم سينما، فيلم السينما هذا أنا حعيش مثلا حالة من ال حتفاعل أنا كمشاهد مع أبطال القصة، مع القصة نفسها. لكن أنا لو انتهى الفيلم هذا نفسه، لو رجعت لحالتي أنا كأمل مثلا، حشوف أن أنا إنسانة مطمئنة بالتالي. وهذه الأشياء اللي حصلت في أحداث الفيلم هي عبارة عن أحداث في الفيلم. كذلك في الحياة، ما يحدث في الخارج هو في الخارج، لكن المهم داخليا أنا. هذا يبغى له شغل طويل، يبغى له ترتيب طويل جدا. لازم أول حاجة أنه أنا فضلي. معلش أستاذ أمل، أنا راح أعيد السؤال الأول بصيغة أخرى لعل يكون الإجابة فيها فائدة. الشخص الداخلية محطم، الشخص اللي تعرض للكثير من الإحباط، العديد من الفشل، اللي تعرض للكثير من الألم، أكيد مدمر داخليا، ما نقدر نقول إنه هو من داخلية سليم أو في سلام. هذول الأشخاص إذا ما رمموا نفسهم داخليا، كيف ممكن يتضرروا ويضرروا كمان الآخرين اللي حولهم؟ تمام. طيب الشخص، تمام، أيوة، الشخص اللي هو أساساً مدمر في الحياة، هو بالتالي شخص هو سمح للظروف وسمح للأمور هذه أنها تؤثر عليه داخلياً. أنا بالتالي لازم أمسك هذا الشخص، أشتغل على أفكاره وأشتغل على مشاعره. تمام. في شيء اسمه علاج سلوكي معرفي. أنا لما أشتغل على الشخص، أشتغل على أفكاره وأشتغل على مشاعره، بالتالي سوف أصل إلى مرحلة سلامه الداخلي. في حاجة في علم النفس اكتشفوها مؤخرا اسمها المرونة العصبية، أني أنا أخلي حالة الدماغ أنه يكون الدماغ يونغ برين، يعني الدماغ في حالة شباب دائم. هذا المصطلح الجديد، أنه أنا أعدل في شخصيتي بين أبني مسارات عصبية جديدة في دماغي. لما أبني مسارات عصبية جديدة في دماغي، بالتالي كونت شخصية جديدة. يعني مثلاً الشخص هذا المحطم داخل، محطم من الحياة ومن الظروف، أقول له مثلاً أنت مثلاً إيش الشيء اللي أساساً خلاك محطم؟ حيقول لي مثلاً التنشئة الأسرية، مرحلة الطفولة مبكرة. فأمسك المرحلة هذه، أعالجه مثلاً بالعلاج بخط الزمن، أعرف الأمر اللي كان هو محطمه داخلياً، أشتغل عليه مع هذا الشخص بأمور كثيرة. الامر الاخر انه مثلا اقول له مثلا اقرا كتب مثلا عن مثلا هو كان شخص مثلا خلينا نقول مصاب مثلا بتأتأة معينه مثلا، فاقول له اقرا بصوت عالي، حاول انك مثلا تروح توست ماسترز، مارس رياضه معينه، يعني عارفه اشتغل عليه بالوجع اللي هو مر فيه. الامر الاخر انه لما انا اشتغل بالتالي هنا على الفكر اللي هو عايشه، بدي اشتغل على المشاعر، بالتالي انا هنا نسفت الافكار والمشاعر، واكتشفت ان الافكار والمشاعر هي حاله ضبابيه، بالتالي انا رجعت لحاله السكون الداخلي. هذه يبغى لها وقت عشان الانسان يصل اليها. احنا كمان يبغى لنا وقت عشان ناخذ مواضيع اكثر ونقاش اكثر في هذا الموضوع. على كل، ضيفتنا من جده امل الحامد، اخصائيه نفسيه ومدربه حياه وكاتبه، شكرا جزيلا لوجودك معنا.